بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أحبتي في الله، أغني ما رمك بلم كوبنا كدا خبرك انت كما أغني مركزي أهل السنة والجماعة دون كورا سكوني وروك دي كان بيجري كندو الفضيل بن إياد رحمه الله دي كان منك أت إنما جعلت إلى يعني المرض ليؤدب الله بها العباد، وليس كل من مرض مات. فضيل بن إياد كدقامة مهمة جدا سرنا تقصتي الله رقجين يا كولو إني كومونا إني جكوندي واتو هديرتي يا كولو إني جكوندي واتين سوف يا غارنا كومين كارني يو هذا ما كواتو أشياء هكذا فايسر سكان تانس سر كبير اللي كتلا يو كنا سكان اللي كتلا وكنا توبة وكنا استغفار ندبري الله نورك باكو كم قاجين سوف قدي أك سر إنكارني سر إنكلا أم هرخج سر الله وقاجين السين هو مين أنا غرين بكن كم أنغرو قاجي كنو كونتا كيمبرا أنتين كن كتلا هرا كيمبرا نان دالنا غنتين كوننا بري كيمبرا نغسمي نوكي بعدين نكال الله نقيا يو كينياني بارك الله فيكم ورحبا تي مركز ندون كوارو داغن ندام مانسو وان الله سبحانه وتعالى نيغتا مؤمنين كدائما انغجا نيوكي سلاح دوان نياني الله يمتوني غانغو ينا نيمو خورو نان الله غانغو يو أمغا داغا كاتي وكيبه كونو بدا غمو ado morin talbo rag jinkatano aro faindano ko ben gati nangana ku gornu fayande ci watena da baka nga gawru nyani xam ba xetren ko ko ben gati ku manjaro sere be gani wore waten ba nga gawru nyani xam ba xetren ko sere be gati ku ya mane tina ke sere kal bere gawru nyani xam ba xetren ko garantie ne tay to ngon minne allah kitabe faren sunna dajme allah ti faren ti kama qala al imam ibn qayyim rahmatullah alayhi أتعليل قال الله وقال رسول الله وقال الصحابي الله تي فارنتي صحابة انتي قال الإمام شيخ مشايخنا شيخ محمد أمان الجامي قال الإجماع الصحابة عندك يا بتندك حمبا غاسو قترينك وهذا كلامي أقول بملي في وهذا الذي أنا أدين الله به سري سوغنا سيف حمبا غاسو ترينك رسولون ترينك كوبين كن سنة دونك وغاتون انتي قراء خرام مقصوب كتو سنة دونك يعني سلفي يعني أنا استفاد عنك تي وإلا أنت لن سنكونوا وأن الله سبحانه وتعالى يقول لك أنه تنقل رسول من لمه وأن الله يقول كي واتبي أغا سانتي في العالم أغا نيقاتي نكبير أن فيروس كورونا الله قال نور بكو كما نو تنقى نو كسي نو كورونا تنقى نسلم لمستنقى وطنها تنقى نخير وروح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.